أهلا بكم في حلقة جديدة من اشتباك. ناس كتير قوي بتسألني عن إزاي نفرق ما بين العلم الحقيقي والعلم الزائف، وبيقولوا أنت كلمتنا كتير عن العلم، المنهج العلمي في التفكير، وعملت حلقات في اشتباك بتبين لنا يعني إيه منهج علمي في التفكير. بس الحقيقة إحنا محتارين، لأن في كتير بيطلعوا بيقدموا لنا كلام إحنا شاكين فيه إن هو مش علم حقيقي. المشكلة إن الناس دي ممكن يكونوا دكاترة أو يطلق عليهم علماء، وكتير منهم أساتذة، وكتير منهم أخدين دكتوراهات. طب إزاي نعرف؟ ما إحنا لو قسنا المسألة بالشخص هنحتار. فأنا قررت في الحلقة دي وفي حلقات قادمة إن أنا أوضح إيه الفروق الأساسية ما بين العلم الحقيقي والعلم الزائف، وإزاي لما حد يطلع عليكم في التلفزيون ويقول كلام أو بلغة اللغة الجديدة بتاعت الشباب أي هبد، تشاوره وتقوله لا، الراجل ده بيقول علم زائف، أو زي ما بيقولوا في اللغة الإنجليزية سودو ساينس، علم مزيف، علم كاذب، علم زائف. إحنا يعني أولا ما نقدرش نعتبر الدجال عالم أول ما يخلع الجلابية الملونة بتاعته دي والمسبحة الطويلة السبعمية حباية دي، ويمسح مكياجه المبهرج ده وما عادش يقول هبرة كدبرة، يبقى خلاص بقى عالم. لا، حتى لو معاه بايب برائحة سحرية وبرضو يرطم بشوية مصطلحات لاتينية، كل الكلام ده يا جماعة لا يجعل من المهرج عالم. دي نحطها في البداية، مسألة الارتباط بالشخص أو الدرجة العلمية أو لا، لازم يكون عندنا مسطرة نقدر نقيس بيها ونفرق، ترمومتر نقدر نفرق، أو بوصلة نقدر نفرق بيها بين العالم الحقيقي والعالم المزيف. طبعا احنا اتكلمنا عن التفكير العلمي ومعايير التفكير العلمي قبل كده، عشان كده مش هنتكلم فيها، وممكن ترجعوا للحلقات الاولى من اشتباك وهتقدروا تعرفوا يعني ايه تفكير علمي والمعايير اللي احنا قلناها. واحنا لو فاكرين قلنا اللي بيقول ربما وأظن ومن المحتمل وبنسبة حاجة و80% والكلام ده، يبقى بيتكلم كلام علمي. اللي بيقول مؤكد وحتما ولابد وبنسبة 100% هشفيك، ده بيتكلم بلغة العلم المزيف. العالم الحقيقي ده راجل متشكك، موسوس، مغرم بالتفاصيل، بيقول لك اهو دي المعلومات، دي الحقائق، تعال نجرب عشان نوصل للنتائج. امال العالم المزيف بيقول ايه؟ العالم المزيف بقى بيقول لك تعالى دي النتائج جاهزه، ما تيجي نفبرك لها حقائق ونخترع لها معلومات عشان نلبسها على المقاس والطلب والرغبة، وتعالى أنا وإنت نتفق مبدئيا على إن الكترة، الانتشار مش معيار للحقيقة أبدا. الكلام منتشر قوي وبيعتنقوا 200 مليون، الكلام منتشر قوي ومسؤولين وجمهور وشارع بيؤمن بالكلام بتاع فلان، كل الكلام ده
لا هو ميزان للصدق ولا هو معيار للحقيقة. وإلا لكان المنجم أصدق من عالم الفلك. المنجمين عندنا بعشرات الآلاف وكلامهم يعني مصدق. طيب العلم الحقيقي بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على صدق الوسائل، مش الانتشار ولا أهمية الشخص اللي بيقوله ولا سلطته ولا مكانته ولا عمره ولا لأنه قديم. كل الكلام ده كلام ما بيفرقش في صدق أو حقيقة العلم. العلم بيعتمد على صدق الوسائل، مصداقية التجارب. أما العلم الزائف بقى يا جماعة بيعتمد على السلطة، أيا كان نوع السلطة، بيتكي على العكاز بتاع السلطة، سلطة سياسية، سلطة دينية، سلطة اجتماعية، سلطة ضغط رأي عام. كل الكلام ده بيعتمد عليه، يقعد ينفخ بصوته المبحوح الكاذب في ميكروفون السلطة دي، فالميكروفون يدي صوته قوة مضاعفة هي مش فيه أصلا. العلم الزائف دايما بيثير الغبار حواليه بالسلطة اللي بيعتمد عليها، وعنده كده بيوجه نور السلطة اللي انتوا عارفين النور الزينون المتوهج اللي بيعمل واحد وهو سايق ده، اهو العلم الزائف بيعمل كده، بيوجه النور السلطة الزينون ده المتوهج ده في عيون البشر والناقدين عشان ما يشوفوش العيوب، ما يشوفوش المثالب، ما يشوفوش النواقص. العلم الزائف بيقتبس قوة السلطة الدينية ويروح لابس العمامة بتاعتها، السلطة السياسية فبيرتدي النياشين والعصيان بتاعتها، الرأي العام بيمسك الكرباج بتاعه ويجلد الناس. العلم الزائف بيقنع الناس من خلال تأثير السلطة دي، مش من تأثير قوة المنطق بتاعته ولا تماسك الحجة ولا قياسات التجارب بتاعته. العلم الزائف دايما بيلتصق بالسلطة ويتمسح بأعتابها وبيختفي ويختبئ خلف أسلحتها. دي عادة مزمنة عند أصحاب العلم الزائف، بيجعل أولئك الأقزام عمالقة لما يقفوا على أكتاف هذه السلطة. نكمل إزاي نفرق ما بين العلم الحقيقي والعلم الزائف في الحلقة القادمة من اشتباك.